أنا. من منكم سيلعب بإحدى ألعابي؟ أنا. أريد أن ألعب أي لعبة غير أن أكون مليئة. لكن هذه لعبة تدعى ضع هذا الذيل على القطة السوداء. أيشم أحدكم رائحة حريق؟ إنه منزلي! خفاشي! الجو جميل والهدوء رائع هنا. هاي! المطعم يحترق! توقف! علي أن أتصل بسام. بيب 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 بيب. المسح جار! أرى أن المطبخ آمن. يبدو أن رئيس الإطفاء قد يئس من الحصول على حلوى التفاح. لا، إنه هناك يا أيمن. ها؟ أوه. اندلع حريق في حفل للأطفال في مطعم السمكة الذهبية. وقع حريق في مطعم السمكة الذهبية. جميعاً على الأرض يا أولاد! انخفضوا قدر المستطاع! هيا! لنفعل ما قالت! الباب مقفل وهناك أولاد محتجزون! أيمن، خذا الخرطوم وأنا سأجلب الخطاف! الإطفائي سامي، نسبة الهواء 100%. مستعد يا أيمن؟ مستعد! لنفتح الطريق أمامهم. اقتربوا واحدا تلو الآخر، سأمسك بكم ونخرج. أنت في أمان، تعالي إلي. لكن أين فارس وسارة؟ تم إخراج جميع الأطفال بأمان. أبقهم بعيدين حتى نخمد النار. النجدة! كن حذراً سامي، هذا الكهف مملوء بالماء والسير فيه خطير. أوه. ساعدوني! لا تخافي يا فاتن، أنا قادمة إليك. سأنقذك الآن. خذي الماء. شكرا يا أماني، كنت خائفة جدا، لكنني الآن على ما يرام. لقد انزلقت كثيرا. ماذا نفعل يا أماني؟ الخروج صعب، لن أستطيع حملها لضيق المكان. لنبحث عن حل آخر. تحتاج العربة إلى حلقة هنا. ترى ما هذه الضجة؟ خبيران أفضل من خبير واحد. ما الذي يحدث في الأسفل؟ أسمع صوت رئيس الإطفاء يصلح المركبة اليدوية. ستصاب بطفح جلدي وردي وستمتلئ بالحبوب. مسكينة يا فاتن. مرهف، أهناك خريطة للكهف؟ أجل هنا. إذن هذه منافذ الكهف من هذه الجهة، أما مناجم الكهف فتصل إلى ذلك المكان. إنها متقاربة جداً. هنا علقت فاتن. إنها معدة الآن والفضل يعود إلى الخبيرين. وتحتاج قيادتها إلى شخصين، فمن سيأتي؟ أنت الخبير بمهمات الإنقاذ يا صديقي.
أماني، أتسمعينني؟ أماني! سامي! نحن هنا! سامي! سامي! هناك! تراجعي يا أماني! قفي خلفي يا فاتن! يهتز المكان يا أماني! لا تقلقي، إنه سامي! تركل ضربة الجزاء. لا مصيبة، لا أصدق، لقد أحرز لهم هدفاً. أجل، هدف. هدف؟ توقف عن متابعة كرة القدم هذه. انتبه على الأطباق. شوهت سمعة مطبخي، ما الذي أفعله الآن؟ أنا آسفة جدا، سأنظفها لك في الحال. هيا أخرج فطيرة اللحم من الفرن، أوصلها إلى بدر في الميناء. أجل، حاضر يا دليلة. يوم بائس، فاتتني متابعة المباراة من أجل الفطائر. سحقا. انظروا، هكذا يكون الهجوم وهكذا يكون الدفاع. أجل، ما من حاجة إلينا، لنعد إلى المنزل الآن. حسناً، ركلة المقص. أوه يا ظهري. لهذه الفطيرة رائحة حريق. نعم، رائحة حريق. لا، يا إلهي، اللثة حريق. معقول؟ اندلع حريق قريب من ملعب المدينة. اندلع حريق قريب من ملعب المدينة. أماني، سنطفئ تلك النار من أسفل التل، وليتجه أيمن وهالة إلى المطعم هناك ويخرجا الناس منه. نسبة الهواء 100%. حمداً على سلامتكم. تذكروا حين يحدث أي حريق على منحدر يجب أن تبقوا تحت مستوى النار، لأن الدخان والنار يصعدان إلى الأعلى بسرعة كبيرة. يا إلهي، أمسكا بهذا الحبل. شكراً لك يا سامي. شكراً جزيلاً. كان عليكما أن تكونا أكثر حذراً، صحيح؟ آسفان جداً. انظر خلفك يا عمي. حريق؟ لنخمده بسرعة قبل أن يمتد. لكن أين المجارف؟ المجارف؟ تلك التي كانت هناك. أنت تعلم يا سامي أننا استعملناها للتجديف وقد غرقت هناك في النار. كل اللوم على محسن. لا يهمني من كان المخطئ، المهم الآن أن نسيطر على النار قبل أن تنتقل إلى أماكن أخرى. ليس هناك كسر، أصبت بردود شديدة. حمداً لله على ذلك. لما كل هذه الإصابات؟ ما الذي فعلتموه؟ نزيد من استعدادنا. أرجو أنكم قمتم بتمرينات التحمية قبل البدء. في الواقع بعدها تمرنتم بالتدريج. يعني وقع حريق في الغابة قريباً من الطاحون. ها؟
حريق في الغابة قرب الطاحون. هاي يا جماعة، إلى أين أنتم ذاهبون الآن؟ لا يسمح وضعهم الصحي بتنفيذ المهمة. لكن هناك حريق. لا خيار، الأمر يعتمد علينا. ماذا؟ نعم علينا. سأحضر خوذتي وأتبعك. تراجعوا إلى الخلف، ستصل النجدة الآن. لكن أين فريق الإطفاء؟ سأشرح لك ذلك فيما بعد، نحن مستعدون للعمل الآن. إذن هيا لنسيطر على الحريق. هيا خذا هذه الخراطيم وأنا سأضرب النار. كنا سنواجه النار بطريقة أسهل لو أنكما لم تضيعا المجارف المرنة. نحن آسفان يا سامي. يصير إخماد النار في الجو الحار أمراً صعباً جداً نتيجة سرعة انتشارها. كان علي ألا أدعهما مع الموقد هناك. هذا هو الكلام الصحيح. ما أروع الخروج من المكاتب في محطة الإطفاء وإخماد الحرائق. ألا توافقني على هذا؟ بالتأكيد. أنت بخير يا سيدي؟ هل ضاقت أنفاسك أيها العجوز؟ لن يكون التنين حقيقياً إن لم ينفث النار من فمه، وأنا لن أكون حاكماً بلا هذا التنين. انظروا، هذا تنيني. يا للروعة، إنه مذهل. أجل، إنه رائع، إنه يحترق. ماذا؟ ابتعد عني. ها هو يتجه نحونا. لا، يتجه نحو الأخشاب الجافة. علي أن أنادي سامي بأقصى سرعة. نفث تنين النار في مربض عربة رئيس قسم الإطفاء. لقد قال التنين، هناك تنين نفث ناراً في مربض عربة الرئيس. تركت عربتي في المربض. عربتي. لقد أخمدت الحريق، أما عربتك فهي بخير سيدي. أشكرك يا سامي. هاي هالة، صحيح أنه لم يتح لي التدرب اليوم، ولكن أتيح لي أن أحارب تنينا ينفث النار. هذا أفضل من التدريب. يا إلهي، يبدو أن محسن سيتلقى الآن توبيخا قاسيا جدا. من سامي؟ لا، بل أسوأ. حسني غانم، أنا لا أصدق أنك كنت تحرق عربة رئيس قسم الإخفاء. رئيس قسم الإطفاء. عربة رئيس قسم الإطراء، أعتذر. أنا آسف أمي، فلم يكن في قصدي أن أحرق أي شيء. أعلم أنك لم تكن تقصد، ولكنك كنت تلعب بالكبريت، وهذا شيء عليك ألا تفعله يوما. أعلم ذلك يا سيد سامي، لن أعيد الكرة طوال حياتي. حريقان كبيران في فرن مطعم السيدة سميحة. حدث حريقان كبيران في فرن مطعم السيدة سميحة.
أماني، اذهبي أنت وأمجد هناك، سترافقني هالة. علم يا سامي. أمجد، اقطع الكهرباء عن المطعم. أماني، أخمد النار في الطابق العلوي. علم يا سامي. قطعت الكهرباء. شكرا يا سامي. سامي، سامي، نجحت. استطعت خلع بزتي إنقاذ الحيوانات، وأنا الآن مستعد للحريق. لقد تأخرت كثيراً يا أيمن، أخمدنا الحريق. تذكرت، لدي خبر سيء. ما الأمر يا هلا؟ لقد وضعت فطائر كثيرة في فرن منزلي ورفعت حرارة الفرن. أولا، ربما يحترق المنزل. دعوا الأمر لي. بالأكسجين. قطعت الكهرباء. هذا خطأي، أمرتها أن تحشر عددا كبيرا من الفطائر. أظن أني أخطأت. تظن؟ أعلم أنك كنت تريد أن تساعد جدك، ولكن كان عليك أولاً أن تطلب المساعدة إلى أمك. أنا آسفة، فقد كان علي أن أبقى معهم. لن نتمكن هكذا من تحضير الفطائر في الوقت المناسب. أنا أعرف أحداً يستطيع إحضار الطعام للجد. أهلاً وسهلاً بالجميع، سأعرفك عضو فرقة الجديد الذي تحت الستار. إنه نجم العصف بلا منازع على 2000 وتر. ابدأ. ألقي السلام وابتسم في وجه البشر. هذا العازف الآلي الجديد لا يعزف جيدا كما كان أيمن، بل سيفعل الآن. ارفع مستوى الأداء يا جوهر. ماذا حدث؟ لا أكاد مصدق. يا إلهي، لم يكن أيمن يؤدي بهذا السوء من قبل. أبي، احذر أرجوك. هيا ابتعدوا بسرعة، ولنتصل بالإطفائي سامي. أجل. في أثناء الحفل أدى سقوط مصباح الإضاءة إلى إشعال المسرح بالنيران. خرج قيثار فتح الآلي الجديد على السيطرة وأشعل المسرح بالنيران. أيمن، اذهب أنت وهالة معاً، ولتذهب أماني وأمجد معاً، وأنا سأركب وحدي. هالة وأمجد، حافظا على سلامة الناس، وأنت يا أيمن افصل تيار الكهرباء، ساعديني على إخماد الحريق يا أماني. علم يا سامي. تم قطع الكهرباء. لن يؤدي نجم العصف عصفه المنفرد. عودوا إلى الخلف جميعا. نعم، عليكم أن تبتعدوا 5 أمتار ونصفا عن الحريق من أجل سلامتكم. لقد أخمد. أنا آسف لأن القيثار الآلي سبب هذا الحريق يا سامي. الحمد لله لم يصب أحد بأذى. حسناً، ألديكما ما تقولانه الآن في هذه الفرصة؟ إذا هل عدنا فرقة واحدة؟ أجل، تقليب الأشياء رائع، ولكن الأروعة دبدب بوف بوف. وأنا اشتقت إلى سماع دوريمي فاصول لافا. انتظر لحظة، فأنا لم أعزف دوريمي فاصول لافا. وأنا لم أعزف دبدب بوف بوف.
لكن أنا أعزف دوريمي فاصول لا سي دوماً. أنا لم أسمع سيقا. ماذا عن بلام بلام بليبيدي بلام؟ أجل.